لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال. الحمد لله الحكم العدل الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابا هاديا للناس فمن تمسك به فقد رشد ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم.